السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أميمة على قناة وصفة ناس زمان للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم عزيزتي، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله سأتشارك معكم الطريقة الصحيحة لاستخدام البصل لتخسيس البطن في مدة قصيرة جدا. ستحتاجين المكون الوحيد في هذه الوصفة وهو عصير البصل، فعصير البصل مفيد جدا لتخسيس البطن وإزالة الدهون، وخاصة الدهون المتراكمة على مستوى البطن وكذلك الجوانب وفي الأرداف والمؤخرة. فالبصل يعمل على تحفيز الجسم على حرق المزيد من الدهون والسعرات الحرارية، مما يساعدك على التخلص نهائيا من مشكل السمنة وكذلك من دهون البطن والأرداف والمؤخرة في مدة قصيرة جدا. ستحتاجين كمقدار من عصير البصل، ويفضل ويستحسن أن تقومي باستخدام عصير البصل الأحمر لأنه مفيد جدا ويعطيك نتائج سريعة لتخسيس البطن والتخلص نهائيا من مشكل بروز البطن. ستحتاجين كمقدار من عصير البصل بشكل يومي إلى ملعقة كبيرة من عصير البصل. تقومين بأخذ هذه الملعقة و خلطها في كوب من الماء الدافئ وتركها لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك يمكنك استخدامها لتخسيس البطن. تقومين بشرب هذا الكوب أو هذا المشروب لعصير البصل يوميا على الريق قبل تناول وجبة الإفطار. وإذا أردت الحصول على نتائج سريعة أو في مدة قصيرة، فيمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين في اليوم. المرة الأولى هي قبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة، تقومين بشرب كوب، والكوب الثاني تقومين بشربه أيضا قبل النوم بنصف ساعة تقريبا، تقومين بشرب الكوب الآخر. كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم الخاصة بتخسيس البطن بالبصل. أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك واستفساراتك حول هذه الوصفة. وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة، فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء عزيزتي في وصفة أخرى إن شاء الله.